الطرق، شريان الحياة، ولكن الشريان ده كان مسدود أو مقطوع، وكانت الزحمة بتمثل ضغط كبير على الاقتصاد وعلى الحالة النفسية للمواطنين. دقيقة واحدة تفرق كتير، والوقت دايماً تحدي. طرق وكباري تطوي المسافات، تقربنا لأحلامنا، توصلنا لمستقبلنا. 7000 كيلومتر من الطرق الحديثة المزدوجة متعددة الحارات في كل اتجاه، وفي زمن قياسي جددنا السكة الحديد والمترو، وطورنا المواني عشان نقدر نصدر منتجاتنا لكل دول العالم. في آخر كام سنة أنجزنا أكتر من تلت اللي تم إنجازه في 100 سنة. 30 يونيو، حلم بيتحقق.